السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا قبل كده على الممرات تصريف المياه الأمطار. لما يكون عندي تصريف مياه أمطار في المخطط، اتكلمنا على تصريف المياه عن طريق الممرات المشاة، واتكلمنا على طريقة التنفيذ والبحر للتنفيذ بيكون كامل، هو مجرى المياه اللي تحت والميول الجانبية. طبعا عشان أعمل حاجة زي كده لازم بيكون لها مصدات حماية تمنع مرور السيارات عليها. فطبعا لما بنركب صدامات الحماية للممر بتكون الصدام بينه وبين الصدام التاني مسافة لا تقل عن متر 25 سنتي، ويكون مرتفع عن سطح الأرض متر، وعلى أقل شيء يكون من مدفون تحت الأرض بخرسانة من 40 لـ50 سنتي، ويكون متعبي من جوه خرسانة علشان يبقى يستحمل قوة الصدمات أو هو ما يطلعش من مكانه. بعد كده بدهنه الدهان اللي هو العاكس للإضاءة، أبيض في أحمر زي دهان تحذيري كده إن يبين إن فيه هنا مصدات حماية. طبعا ده بيمنع مرور السيارات عليه، يحافظ على الممر، لأن طبعا الممر ده انترلوك ما ينفعش إن احنا نمشي عليه السيارات ويحصل فيه هبوط او تخريب او اي شيء. الميول الجانبيه اللي بتتعمل للممر لازم تتعمل بشكل مظبوط، بشكل مرتب، على اساس ان هو يطلع الشكل الجمالي في الاخر كويس. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الميول الجانبيه اهيت، لازم تكون مظبوطه. بيكون فيه فراغات موجوده، فراغات في اللحامات، الفراغات ديت ان احنا ممكن نعبيها منى اسمنتيه لان الميول زياده زي ما حضراتكم شايفين التركيبه. اهم حاجه في الشغل في مصدات الحمايه ان انا اركبها بشكل كويس، تكون متعبيه خرسانه وتكون مدفونه تحت الارض برضو وصابوبها خرسانه. طبعا لو عندي ممر بينه وبين الاسفلت حوالي 3 متر 4 متر او اي مسافة ترابية، بصبها خرسانة بالطريقة دي كده علشان ان نمنع ان المية وهي في حالة تدفق المية من على الممر، امنع ان هي يحصل نحر في التربة اللي موجودة. فطبعا بصبها خرسانة تسهل سريان المية. طبعا انا لما بدهن مدهن الأول اللي هو الوش البطانة بيكون من الأبيض، وبعد كده بقسم ارتفاع العمود، إذا كان متر يبقى كل 25 سنتي لون، بقسم ارتفاع العمود وأعمل الوش الدهان الأحمر التاني. طيب لو أنا عايز أزود كمية الدهانات، مش عايز أخليها 4 أشكال يعني 2 أحمر و2 أبيض، لأ عادي ممكن أعملها 5، 20 سنتي أحمر في 20 سنتي أبيض، أو إن أنا أقللها برضو وأزودها، دي مسموح يعني. ده بالنسبة لصدمات الحماية في ممرات تصريف مياه الأمطار بالنسبة للشوارع.